الرياضيين حمودي نازلين علينا حشمة طيب، فللأسف يعني الدكتور أحمد شلون شفت الوضع؟ الحمد لله. ايش قد كان الساتوريشن هسه مالته؟ الساتوريشن هسه مالته 95 96. 95 96 الحمد لله. بالبلص دكتور ولا زحمة؟ شوف قرب على حتى يكون الصورة واضحة. 97 98. وات سي باب ماسك؟ اي وات سي باب ماسك؟ هذا سي باب ماسك. سي باب ماسك اوكسجين. اوكسجين اوكسجين وداوت فنتليتر. وداوت فنتليتر الحمد لله الامور زينة. اطمن ان شاء الله بخير. العلاج مالته طبلة مالته وين؟ هاي عندك طبلة؟ ثاني حبيبي هاي الطبلة بعض القنوات اللي تقول للأسف تقول انه خافض حرارة ما عندهم بارستول ماكو بالوقت اللي هو الميرونيم اللي هو اغلى علاج موجود وهذا الطبلة كله اللي موجود تامفلو ديكادرون امينوفلين تاقمية امبول بارستول امبول وكلوراكوين وهذه الميرونيم مانجرام. معقولة هل يعقل مستشفيات وزارة الصحة بارستول بيعنا بيها؟ شن هالحكي اللي ما يعقل؟ ليس من المعقول مستشفيات يعني تعليمية مستشفيات تقدم خدمات كبيرة إلى ناسنا ومرضانا يعني للأسف يعني لو قاعدين فالدواء مثلا غالي ما موجود واحد يمكن يعقلها لكن بارستول بعد شوية أنزل للصيدلية أشوف إيش قد الكمية اللي موجودة من بارستول بيعني. نعم عمي حتى الإكسام متوفر عندنا كل شيء. كابتن أحمد صفتك نعمة شلون؟ أحد طلب دواء وما لقيته قلنا لكم جيبوه برا. شفت بارستول يوجع لصدرك راح توقفه وتشوفه؟ إي براحة أحسن زين بعد يعني ضيق نفس اكو ضيق نفس حس صعوبه من تاخذ النفس لا صعوبه من الطلعه اخذ من حلقك لان هسه هذا الماسك يتلبس حسن اخذ من حلقك النفس تتحس صعوبه بالشهيق ولا بالزفير اللي كافي بالشهيق الصعوبه بالشهيق وهذا بسبب يعني المرض اللي هو كورونا هو دائما يصير صعوبة بأعلى مجاري التنفسية بالشهيق فإحنا جينا نقدم لك المساعدة بتوصية من دكتور صلاح مدير المستشفى وتوصية من دكتور عبد الغني المدير العام. شلون تحب المساعدة؟ أبو شهاب حبيبي أبو هيا كل العراق ينتظر قومتك بالسلامة وانت يعني ثروة وطنية ورائد من رواد الرياضة ودائما افرحتم الشعب العراقي بانجازاتكم وما بيجي يصير نقطة جدلية في هذا الوقت اللي المفروض تقدم يعني كلمة شكر وثناء الى الجيش الابيض اللي شايل ويحمل روحه فوق اكفه. الكثير الكثير شفناهم من اخو ومن امه ينهزم ما يجي يواجهه وحتى اذا صار قدر لا سامح الله المتوفي تركوه لكن هؤلاء جنود الجيش الابيض هم يتجولون بين الفيروسات وبين المرضى الحاملين ويقدمون خدماتهم ليل نهار فما يعقل بدل ان نسمع كلمه شكر وثناء من القنوات الفضائيه بعض القنوات أساءت إساءة كبيرة إلى مؤسساتنا وأساءت إلى إلى ملاكاتها للأسف يعني هذا شيء يحزننا. كثير من دول العالم دول وأنظمة صحية كبيرة انهارت أمام هذه الجائحة للأسف لكن صمود الجيش الأبيض العراقي وما يفرحنا أنه كوادر وزارة الصحة ودائرة الصحة بغداد الرصافة استخدمت منذ آذار بروتوكول علاجي قبل يومين أعلنت عنه جامعة أكسفورد أنه بروتوكول علاجي
يعني ينفع ضد مرض كورونا. هذا فخر ومفخرة إلى الكوادر الطبية في العراق. بدل أن نسمع كلمات شكر نسمع للأسف تصغير. ما هذا الإساءة؟ يعني لما أسمع أنه في بعض القنوات بار ستولي بيالبو موجود، من يعقل هذا؟ كم بار ستولي بالله عليك يستخدم الكابتن يوميا؟ وهل ما موجود؟ يا أخي والله حسبنا الله على كل حال. احنا ما ناخذ يعني وقت كثير يا كابتن يفتح، لكن لنا حديث آخر حول هذا الموضوع المؤلم. هؤلاء الجيش من الأبطال وفي بعد منتصف الليل يواصلون الخدمة وبعض القنوات تسيء لهم. ما رأيي منكم كلمة شكر، لكن لا تسيئون. كفى كفى إساءة. ما المقصود من التصفيق؟ ما هو أنظمة عالمية صحية هذا؟ وإحنا بهاي الإمكانات وبهاي الطاقة وهذا الجيش جيش واقف يصد بأرواحهم ويدافع عن ناسنا ومواطنين. للأسف نتمنى أن تبقى الحقائق ونبقى الحقيقة والصدق والمصداقية في تقارير القنوات الفضائية. شكرا جزيلا.